ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا وقاما، فهذا بمكة آوى وحاما، وهذا بيثرب جس الحسامة. هذه كما لا يخفى ليلة عظيمة، وجاءتنا في هذا العام بعد اليوم العظيم وهو يوم الجمعة، فالليلة الغراء ليلة الجمعة، واليوم الأزهر يوم الجمعة، فيهما لله عتقاء وطلقاء من النار. وليس بخاف، وإن جاء في الأحاديث أن ليلة القدر هي ليلة الجهني، وليلة الجهني سميت باسم رجل من جهينة كان يرعى الأغنام، فقال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، إني مشغول بهذه الأغنام، فمتى أدخل إلى المسجد؟ قال: أدخل ليلة 23، فسميت ليلة 23 سميت بليلة الجهني. ولكن لا شك أن الروايات أكدت على فضل أيضا، وإن كان المعنى هو تردد ومو تأكيد على ليلة من الليالي، إما ليلة 19 أو ليلة 21 أو ليلة 23، ولكن المؤمن هو الذي يطلبها. نعم، يطلبها ويؤدي ويحاول أن يؤدي حقها، وإن لم يكن متأكدا بأن ليلة 19 من شهر رمضان هي ليلة القدر، لأنهم ضربوا مثالا. يعني لو أن هذا الشاب، أرجو الالتفات، هذا الابن المؤمن أحس أو ظن أن أباه يريد ماء من غير أن يتكلم هذا الأب، ظن زين، فمضى إليه بالماء، فعمله طيب أو غير طيب؟ طيب، واجد طيب، لولا واجد طيب. واضح المعنى؟ فإذا إذا ظن المؤمن أنها ليلة القدر زين، فمع هذا الظن زين يكون شنو؟ يكون عمله راجح، وبلا شك أن عمله راجح، لذلك لها أعمال، خصوصا وأن من أعمالها الغسل. وليش جاء الغسل الثابت بالنص والفتوى؟ أن الاغتسال في ليلة 19 من شهر رمضان الغسل مستحب، استحبابه ثابت ومجزئ عن شنو؟ عن الوضوء. ولا شك أن من أعمال هذه الليالي هو ذكر أمير المؤمنين سلام الله عليه، كما تفضل وكما ذكر الشيخ حسن الدمستاني رحمة الله عليه في كتابه مقتل أمير المؤمنين سلام الله عليه، ذكر هذا المعنى فقال: وإن إحياء ذكره، ذكر أمير المؤمنين وذكر مصيبته، لهو عمل من أعمال ليلة القدر. فعندما يذكر أمير المؤمنين، ذكر أمير المؤمنين ذكر لله جل وعلا. نعم، والذي لا يخفى أنك لو أردت أن تتكلم عن أمير المؤمنين فهذا إنما هو مختصر نقطة في بحر أمير المؤمنين سلام الله عليه، علي بن أبي طالب.
ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا وقاما، فهذا بمكة آوى وحاما، وذاك بيثرب جس الحسامة. نعم، هذا مما قاله عاشق من عاشقي أمير المؤمنين، وإن لم يكن يقول بإمامته، وإن لم يقل بإمامته، إلا أن حب أمير المؤمنين استولى على البشر، حتى غير الشيعة يحبون أمير المؤمنين. يعني أنت لما اتجي إلى ابن أبي الحديد المعتزلي يا قالع الباب التي عن هزها عجزت أكف أربع، عن فتحها عجزت أكف أربع وأربع، أقول فيك سميدع كلا ولا حاشا لمثلك أن يقال سميدع، يا برق إن جئت الغريب، فقل له أتراك تدري من بأرضك مودع؟ فيك ابن عمران الخليل وبعده عيسى يقفيه وأحمد يتبع. شلون اهتدى إلى مثل هذا الكلام؟ هذا كلام كلام شيعي، لكن قاله ابن أبي الحديد. ما يلفت الانتباه هذا المعنى؟ وعنده بعد كلمات كثيرة هو، مع أنه نعم معتزلي، وغيره كثير كالنسائي، النسائي الذي مضى إلى الشام، مضى إلى الشام وهو من علماء العامة، ولما مضى إلى الشام جعل يذكر لهم فضائل أمير المؤمنين. زين، حتى قتل النسائي بسبب ماذا؟ بسبب ذكره إلى فضائل أمير المؤمنين. خرج من الشام متوجها إلى وين؟ إلى مكة، وفي بعض طريقه مات متأثرا بما نزل به من الضرب والعذاب. النسائي، لماذا قتل النسائي؟ لأنه جعل يسرد فضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه. بل إلى ما هو أبعد من ذلك، عندما تأتي إلى المسيحي بعد، مو هذا بعد كان تقول هذا مسلم، تجي إلى المسيحي، والمسيحي المسيحي هذا أبو السلام المشهور، وإلا غيره غيره. هذه يا حبذا دوحة، أنا ما يحضرني اسمه اللي قالها، بس هو مسيحي. هذه يا حبذا دوحة في الخلد نابتة، ما مثلها نبتت في الخلد من شجرين، تراجعها. زين، وعندما تجي إلى سلامة لا تقل شيعة هواة علي، إن في كل منصف شيعية. طبعا هذا قد يكون مغرم بأمير المؤمنين سلام الله عليه، مثل ما أنت يعني حالة طبيعية تعجب بزيد من الناس وإن لم يكن شيعيا، زين، أو وإن لم يكن مسلما، عنده صفة، عنده صفة تعجبك حلوة يعني، زين، فتعجب بهذه الصفة، فهم بلا شك أعجبوا بتلك الصفات التي تجلت في أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولكن الذي يلفت، الذي يميز حبنا نحن إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، هو أننا نقول بأنه الإمام الحق وأخو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونأخذ منه العلم والدين. نعم، فهذا ابن أبي الحديد المعتزلي الذي قرأ التاريخ. ولولا أبو طالب وابنه، تتدري أبو طالب شنه يعني؟ أبو طالب اللي يقول في في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولما رأيت القوم لا ود عندهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل،
صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عضب من تراث المقاول، وقد وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي وأمسكت من أثوابه بالوصائل قياما معا مستقبلين رتاجه لدى حيث يقضي نسكه كل نافل. أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطلي، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي. كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضعا إلا أمركم في بلابلي. كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نطاع دونه ونناضلي، ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل. وما ترك قوما لا أبالك سيدا يحوط الذمار غير الذرب المواكل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تطوف به الهلاك من آل هاشم وهم عنده في نعمة وفواضلي. وإني لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبسا أسيافنا بالأماثل، بكفيفة مثل الشهاب سميدع أخي ثقة حامل حقيقة باسلي. يعني يقولون علموا أولادكم شعر أبي طالب فإنه على دين الله. الحين هو يعني أمير المؤمنين يتفرس فيه الشجاعة، ذاك اليوم أمير المؤمنين كم عمره؟ يعني 18 سنة أقل أكثر، لما انطلعوا من المدينة. بالفعل المحامي بعد أبو طالب، ترى نحتاج أن نقرأ شخصية أبي طالب وتحتاج إلى وقت. بعد أبي طالب المحامي أمير المؤمنين شو سوى؟ بات على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وقال إلى يا علي، وراح إلى طلع من المدينة من مكة وراح إلى وين؟ إلى غار، أي غار؟ غار ثور. ودى إليها الطعام وما إلى ذلك، قال إليها ارجع إلى المدينة، إلى عفوا إلى مكة، وأنا الوقت المناسب أرسل إليك الرسالة وقت اللي يعني تطلع من مكة. وهناك انتظر الرسالة وجاءت، جاء الرسول وهو أبو واقد، وأمير المؤمنين أدى الأمانات إلى أهلها وطلع. طلع بمن؟ بأمه فاطمة بنت أسد وفاطمة بنت الزبير أو تسمى ضباعة، يعني ابنة، نعم ابنة عم النبي أو ابنة عمه، نعم الفواطم، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحامي أمير المؤمنين. زين، وفاطمة الزهراء عمرها تقريبا 8 سنوات وطلعت من مكة ويمن ويا فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين. وفي بعض الطريق هجم عليهم حنظلة ابن أبي سفيان وخاف ورجع، حنظلة ابن أبي سفيان اللي قتله أمير المؤمنين في يوم بدر. ثم أغار عليه 8 يقدمهم رجل اسمه جناح من أهل مكة، فأغاروا على أمير المؤمنين وقالوا إلى تطلع بعد وياك نسوان وما أدري شنه، أرادوا أن يزعجوا تلك النياق لتنزعج النساء، فقال كفوا عنهن فإنهن ضعائف. وهناك ضرب ذلك الرجل على عاتقه وفر من كان معه من الفرسان. فإذا الزهراء بأم عينها رأت شجاعة أمير المؤمنين قدامها، رأت شجاعة أمير المؤمنين وهو حامي الزهراء، نعم قبل أن يقترن بها وبعدما اقترن بها. ولا يخفى على الزهراء شجاعة أمير المؤمنين، ومن ذلك مجيئه إليها يوم أحد. أفاطمهاك السيف غير ذميمي، فلست برعديد ولا بمليمي،
كم عمره؟ 23 سنة يوم أحد. أميطي دماء القوم عنه فإنه سقاء لعبد الدار كأس حميم، يعني لما قال طلب منها أن تغسل السيف. فشلون صبر أمير المؤمنين عن هضم الزهراء؟ هذه القضية تحتاج إلى أن تقرأ، لأنه هذا المعترض شلون صبر أمير المؤمنين عن هضم الزهراء، يعني شنه المطلوب؟ يعني هل المطلوب أن يقف أمير المؤمنين على باب الدار زين ويقول يلا يا جماعة اللي يريد أقتله يتقرب ويوقف على باب الدار بالسيف زين؟ يعني لو أفرض أمير المؤمنين ذاك اليوم قتل واحد، هذا شنه راح يصير؟ ملتفته؟ لو ذاك اليوم أمير المؤمنين قتل واحد يخلونه يعني؟ لا 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 لا، القاتل يقتل، تدور عليه الجيوش، يقتل، ينتهي كل شيء، القاتل يقتل. لذلك جلد بالرجل الأرض وقراواه ترى لو أبغي أقدر، لكن تزاحموا عليه وتكاثروا عليه وهو وحيد بينهم، إلى أن فجع بالزهراء بعد المصطفى وقال وإن افتقادي وفاطمة بعد أحمد، هي فدته الزهرة. ترى القتيل الليلة مو عادي، القتيل أنا أقول إليك شلون من عظمة المصيبة، اللي فدته الزهرة أرادت أن تكون أول فدائي للإمامة. عدل لولا ها؟ خلوا ابن عمي يوم طلع إلى المسجد، يوم طلعوه إلى المسجد وما رجعت إلا بأمير المؤمنين. لذلك لما أنزلها في القبر وأرى عليها التراب أجبه الحزن وأرسل دموعه على خديه وقال يا رسول الله ردت الأمانة، استرجعت الوديعة، ما أقبح الخضراء والغبراء يا رسول الله. إيه ما دارت السنة على السنة، الجرح على الجرح والضربة على الضربة، مولانا موضع الشاهد. وش قال أمير المؤمنين آخر شيء؟ ملتفت قال أما حزني فسرمد، يعني أبدي، يعني إلى النهاية، ما إلى انقطاع. أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهد حتى يختار الله لي دارك التي فيها أنت مقيم. لذلك لما وقع في محراب الصلاة الليلة وقف عنده الحسن وانقطاع ظهره، فتح عيونه التفت إلى الحسن وقال إلى بني لا بأس على أبيك بعد اليوم، هذا جدك رسول الله. هذا جدك رسول الله وأمك الزهراء وأمك خديجة الكبرى. نعم كان ينتظر متى يخرج أشقاها فيخضب هذه من هذا بأبي وأمي، إيه ويلتقي بعد الهموم والغموم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولم أر مهرا ساقه ذو سماحة كمهر قطام من فصيح وأعجمي، 3000 وعبد وقينة وقتل علي بالحسام المسمم، فلا مهر أغلى من قطام وإن غلا ولا فتك إلا دون فتك ابن ملجمي. والتفت ترى منه اللي بكى على النبي؟ لا لا، اللي بكى على أمير المؤمنين من؟ رسول الله. أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر، سيد الخلق أفضل من 124,000 نبي،